وصلنا للاي دبليو اف اللي هو الاتحاد العالمي لالعاب القوى كبرونز ليبل. لازم يكون عندنا مستوى معين وهذا اللي عم بينشغل عليه. من هلا لاخر الشهر بكون الاسماء جاهزه، بس فيني اقول انه في اسماء حتم رقم بالنسبه للبنان. كسياسيين في حضور؟ بنتمنى انه يكونوا موجودين معنا. السنه الماضيه كانوا مهضومين، ايه كان في اتفاقات على الارض غير ما كنا عم نشوفه على التلفزيون. ايه بنتمنى انه يشاركوا بسباق نحن عاملينه اسمه سباق البدل، هو سباق ضمن الماراثون بس سباق بدل. بيتالف السباق من 6 اشخاص فيهم يشاركوا بهذا السباق، كمان بتمنى من اوربت انه يشاركوا بهذا السباق كاوربت، تكونوا 6 اشخاص عم تشاركوا بالماراثون. هي 6 مراحل بيركضوا، اول مرحله هي 5 كيلومتر، ثاني مرحله 10، بعدين 5، بعدين 10، بعدين 5، بعدين 7 فاصله. سو 6 مراحل. لا اكيد فيكم تركضوا الخمسه كل واحده لحالها والعشره كمان، فاهم شيء الاراده. نتمنى انه نشوفكم كمان عم تشاركوا. في شيء بلندن كثير حلو بيعملوه، بيجيبوا الببليك فيجر او الاشخاص المشهورين بالبلد وبيركضوهم ماراثون كامل، وبيخلوا الشعب العادي يتبرع لهم ليكملوا السباق. بلادج مي بسموه. او بتيجي اي شخص، لنقول اي مطرب اي فنان بلبنان، بيقول انا بدي اركض السنة الماراثون لهالجمعيه، فبيصير الدفع المصاري لهالجمعيه من خلال هيدا الشخص. بيصيروا يقولوا له اذا انت ركضت 10 كيلومتر حيندفع لك 200 باوند، اذا ركضت النص ماراثون مثلا بندفع لك 1000 باوند. بيصيروا يشجعوه يتحمس هو لحتى لا يركض، وبيكون عنده هدف هو الركض للجمعيه اللي مثلا ضد حوادث السير، ممكن ضد السرطان، اي جمعيه موجوده بلبنان لهدف نحن محدد. اكيد الوقت مع حضرتكم انتهى، بس هيك ختاما للتذكير وين رح بتكون الانطلاقه، ونرجع نذكر كمان بالتاريخ. نعم، انطلاق الماراثون هو بوسط البلد. كل الاشخاص اللي بدها تتجه لانطلاق الماراثون بدها تصف سياراتها يا اما بمواقف البيال يا اما بمواقف اسواق بيروت، وبده يكون الاتجاه من المرفأ، من المرفأ باتجاه المناطق. الانطلاق هو حد شركة البورش أو الفور سيزن بالداون تاون. الوصول كل السباقات بساحة الشهداء. أكيد تاريخ السباق هو 27 تشرين 2 2011، بس تذكير التسجيل هو ب 6 تشرين 2. فأي شخص بعد 6 تشرين 2 ما حنسجله، نعتذر من كل اللبنانيين. بصير يركض لورا مش ما يركض لقدام، خليفيني. عم نحذر من هلا او عم نطلب من كل الناس انه بليز بلبنان تسجلوا قبل، وكل سنه عم بيتعودوا اللبنانيين انه يتسجلوا قبل وقت، وهلا الكثير التسجيل فيه اسماء كثير كبيره صارت موجوده عندنا بالماراثون مسجله. نرجع بنعيد التمني انه قبل 6 تشرين توجهوا وتسجلوا، لان بعد 6 تشرين ما حدا حيتسجل. ان شاء الله الطقس يكون حلو ويساعد. مريم كيفك؟ اعصابك مرتاحه؟ انا كثير مرتاحه. متفائله بهالماراثون؟ سوري؟ متفائله؟ كثير متفائله، يعني عم نشوف هلا انه في عنا اعداد كبيره بالبرنامج اللي عم يتدربوا وعم يتحضروا. عاملين مفاجاه هالسنه للي بدهم يركضوا اول مره 42 كيلو، انه اللي بيربح في فئه للشاب وفئه للصبيه. اللي أول مرة بيركض ماراثون ومشترك معنا بالبرنامج التدريبي بتأهل ليربح رحلة على برلين ويشارك برلين ماراثون 2012. نعم، كل التوفيق لك مريم حيدر وسام ترو كمان، يعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها. وختم لقائنا رح بيكون مع هذا الإعلان اللي له علاقة بماراثون بيروت، خلينا نتابعه سوا.
التاريخ مش هزار، التاريخ بيغذي الانتماء والإحساس بالنخوة. جرأة بلا حدود. التعليم هو نهضة الأمم. ملفات ساخنة. اكتشف إن التاريخ العبراني والتراث هو حلقة وسيطة متواضعة في تاريخ الإنسان. دستور يا سيادي بعرض أول من السبت إلى الأربعاء 10:00 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. أصبح للقاهرة اليوم صفحة على الفيسبوك، كل أراء حضراتكم هنستناها على الصفحة دي، كل أخبار القاهرة اليوم هتبقى موجودة على الصفحة دي، وهي صفحة مفيدة وهي الصفحة الوحيدة الصفحة الرسمية للقاهرة اليوم على الفيسبوك. القاهرة اليوم يوميا 10:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. أقصى ما في الدنيا. طير بلك انتبه له، الحريق عندك في البويك يا بيه. بيع ما فيك تبيع إلا اللي بتملكه، وهذا البيت مو ملكه. هي اللي طلبت وهي على عزمة رجال. حين القلب يقسو والدم لا يحن. انت أخذ من حدا شيء؟ رجال مطلوب بتهمي هالحد أمخي. ما بأمن جنس حوا كله. طالع الفضة لعرض أول يومياً 12:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. أولا احنا مش فرافير، ثانيا احنا عايش حاجة. طموحهم ليس خطأ، مش حرام يعني ان احنا نديهم فلوس حرام، بل يستعملون الخطأ لطموحهم. هتقولي اللي تعرفيه بالذوق والولادي عنتر يفسحك. ايه ما عملتش حاجة فيه؟ انا مبسوط قوي قوي. ما كلهم بيغيروا مع بعض في الاول في اول يوم. انا هعمل كل اللي انت عايزاه. انا اللي حدد ايه اللي ينفع وايه ما ينفعنيش. احنا الطلبه بعرض اول يوميا 9:30 صباحا بتوقيت السعوديه على قناه المسلسلات. نستطمني يعني في امل. الفوضى تعم حياتهم. هاي القصة سوسة، إذا زعلت فيها ما رح تطلع للساحل. وكل واحد له طالبه. لا حبيبي، هاد كان بيت أبوك، هلأ صار بيتي وباسمي، وحميد ربك إني مستحملتك هون. أيام الدراسة بعرض أول يوميا 10:30 صباحا بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. بين السياسة، الكلام اللي قاله السادات ده ملوش غير معنى واحد، المكسب هيقل والتكلفة زايد. التجارة، اسمك كبر راس مالك كبر. حبيبة حبها. والزواج، مشغوليات كتير قوي هي اللي خلتنا تأخر عنك طول الفترة اللي فاتت. أحمد الريان يناضل. الريان يوميا 11:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. قنوات المسلسلات اليوم وسينما واحد في سبتمبر. هي السباقة في برامج ترضي الأذواق، تسرق الأنظار وتسهل عليك الخيار. مسلسلات، أفلام وحوار بعروض أولى دون سابق علم أو إنذار، فلما الانتظار؟ السينما في بيتك، المسلسلات تقتحم شاشتك والبرامج تكسر وحدتك. سينما واحد تقدم أضخم وأرقى الإنتاجات الحديثة في أفلام حصدت جوائز عالمية بعروض أولى وحصرية. بغداد تسقط من غير مقاومة؟ بيحصل تحت باب، عارف يعني ايه احتلال؟ قناة المسلسلات تجمع على قناة واحدة وبعرض أول أجمل الروايات الدرامية. بس هذا اسمه عشق حرام، حرام. الكوميدية والاجتماعية الواقعية. هو بعترف ان انا خاينة مهنة الطب وخاينة بلدي.
أما قناة اليوم فهي تعرض وللمرة الأولى قضايا من قلب المجتمع بمعالجة جريئة وبرامج حوارية. أنا إرهابي مثل ما وصفتني. نعم أنت إرهابي تفجر القضايا في البرامج. سبتمبر على شاشتنا. بالفعل أحسنت الاختيار. يلي عم يتابعونا وكل المهتمين بالنشاطات يلي عم بتصير بالعاصمة اللبنانية. نصل إلى اليوم المفتوح بجامعة بيروت العربية وهو النشاط السنوي الأبرز بحرم الجامعة العريقة ويلي بيختصر تاريخ طويل من التعليم الأكاديمي بلبنان والعالم العربي. إذا النافذة بنفتحها على اليوم المفتوح مع الناشطة بالجامعة بجامعة بيروت العربية ومنسقة اليوم المفتوح نادين عبلة بضيافتنا. أهلا وسهلا فيك وموفقين بها اليوم المفتوح. مرسي. يهلا لو سهلا فيك نادين. نادين بداية بدنا ناخد هيك نبدأ سريعا جامعة العربية وموقع الأكاديمي اليوم ضمن المواقع كمان النافذة والموجودة على الساحة اللبنانية التثقيفية التعليمية. نحن جامعة العربية عريقة مثل ما بتعرفوا نحن من فترة احتفلنا باليوبيل الذهبي. نعم. مشي سنتين. نحن هلا عنا فرع ببيروت، عنا فرع بالدبية، فرع بطرابلس وفرعة البقاع افتتحناه بس بعد ما في باتيمونات أو بعد ما في التعليم فيه. ابتدينا بالدبية بسنة 2006، الطرابلس هي تاني سنة. طبعا سنة عن سنة عم نتطور أكثر وعم بيصير في عنا طلاب أكثر. أكاديميا معروفة الجامعة مثل ما خبرتي وقلتي حضرتك. فبالمبدأ هي كتير أكاديمياً بيشتغلوا على شبابهم وعلى الطلاب وعيدا. بالمقابل في عنا نحن النشاطات الطلابية يلي كمان فعلاً الجامعة بتعطي دعم مهم لها. وبتشجع. صار مثل تقليد سنوي اليوم المفتوح. نعم. فيما يخص جامعة بيروت العربية. نحن من 6 سنين 7 سنين تقريباً بلشنا هذا النهار المفتوح. بلشنا from A يعني ستيج صغير ستاند كذا وباي تايم صرنا سنة عن سنة نتقدم بهالموضوع هيدا. طيب خلينا نرجع هيك شوي نتوسع باليوم المفتوح تحديدا نادين للي ما بيعرف شو بيتضمن وشو تحضيراتكم لهالسنة. هلا نحن انا هون رئيسة قسم النشاطات الطلابية بالجامعة العربية. نحن النشاطات هي عبارة عن أنشطة طلابية رياضية فنية اجتماعية باسكت فوتبول شطرنج from A to Z كاسبورتس. كمان بالنسبة للنشاطات الفنية عندنا فوك دانس مودرن دانس عندنا الميوزك كلاب وعندنا الدراما كلاب. وعنا نشاط نادي البيئة نادي الهايكينج يعني عنا من كافة الأنشطة. نحن أول السنة على طول الطالب ما عارف حاله شو بده يعمل وين النشاط فإجت هون الفكرة أنه بدل ما ننزل بأبليكيشن فورم عنا نشاط 1-2-3 لا نعرض منبلش من الظهريات بنعرض عنا مثلا شو باسكت فوتبول بنعرض عنا بينزلوا شباب من بيعملوا رابيل بينزلوا ديساندور نادي البيئة بيعمل لانشينج لاب. نحن كنا عم نشتغل على الأغطية اللي كنا عم نشتغل فيها بلبنان يعني كل حدا بيعمل شيء المسرح بيعمل بيقدم الغنى بيقدمه الدبكة بتقدم وآخر النهار بنختتمه باستضافة فنان. نحن بنتذكر شوي هيك لقطات صارت بالسنة الماضية بجامعة بيروت العربية وقد كان في حصة للدبكة وللنشاطات من صح. من أكثر من بلد يمكن كل بلد قدم على طريقته الخاصة كوا خاصة هيدا غير النهار بس كمان نحن مسؤولين عنه بهاليوم المفتوح. إذا كيف يبلش وإمتين رح تفتتحوا هالنهار؟ نحن بنبلش بحدود الساعة 12 حيبلشوا النشاطات الاجتماعية هي اللي حتكون على الأرض اللي هو حنعمل الزيبلاين والرابيل حيكونوا موجودين. نادي الفلك حيكون حيبلش يوزع بروشورات عن كل شيء عم يعملوا أو الحملات اللي عاملينها. بنفس الوقت حيكون في كيوسكات وأشياء برا للأكل وهيك وحيضلوا هيدا النهار بهالطريقة هاي خفيف للساعة 4. ساعتها بنبلش هيك. نحن كل سنة بنعمل أوبنينج سبيسيال يعني السنة الماضية فتنا بأمبولانس وحكينا انه الطالب مثل المريض ونحن بننزل ننعشه بنعمل له نشاطات كذا بس بيروح فيها ولا بيخلص لهلا ما حدا راح سنه ما بحكي فنحن هيك يعني كل سنه عندنا فكره اوريجينال معينه بس شو عاملين ولا سبريس هيدي سبريس يعني السنه الماضيه كنا مستضيفين جوزيف عطيه لما فات على الاروانات الموتويات وهيك بتعرفي ستايل شباب اكثر بنشوف شو بحبوا
نكون شوي معهم. بتعرفي نادين كمان الملفت بهيدا النهار غير انه بيكونوا هالطالب جايين ومش عارفين شو بدهم يعملوا، ويمكن من خلال هذا النشاط بتوجهون اكثر فرصه ليتعرفوا الطلاب على بعضهم البعض، وهيدي نقطه كثير مهمه لانه كمان بيكون الطالب الجديد حاسس شوي بالغربه، يعني صحيح. جاي على محل جديد وبحس حاله بعيد عن الاجواء، فبتقربون كمان لبعض. طبعا هلا هن كل مع الوقت الانشطه بيصيروا مع بعضهم، يلي بيحب التمثيل مع الوقت لما بيجوا لعنا على المكتب بيصيروا بيتعرفوا على شباب الغناء، شباب الرقص الشعبي، الباسكت، فبيصير في هارموني مهم دمج بيني. صحيح، وهن دير اكتف، يعني الطلاب فعلا نشيطين، فبتحسين لما بيعملوا جو مع بعضهم بيطلع منهم شيء كثير مهضوم. نحن هيك ببدايه حلقتنا كان عندنا لقاء عن مهرجان السلام او يوم السلام العالمي، وقد مهم ما يكون في تمييز ولا عنصريه، فبنحس بجامعه بيروت العربيه يمكن لان في من كل البلدان بالعاده، يعني هي اول خطوه نحو الاتحاد. شو الاضافه السنه عن السنه الماضيه كيوم مفتوح؟ نحن كل سنة منحاول نزيد شيء زيادة، منحاول نعرض نشاط زايد لحتى نشوف إذا ممكن ناخد طلاب يعني زيادة، بس هو عبارة عن نهار بيشمل كل شيء. الزيادة إنه جستيد غير التاني، يعني ممكن مثل ما قلتلك الانترنس بيكون شيء بطريقة تانية، ستيج يتغير يعني، بس ستيل الكونتنت هو نفسه زيته. نحن عم نستقبل هالطالب لحتى يعرف إنه عنا أنشطة، حتى يعرف انه نحن عم نتبني، يعني هيدي وصعبه لما يطلع من مدرسه لجامعه مثل ما قلتي، صعبه. ما بقول لك غربه يعني، بحس حاله هيك ايه ليبلش يحس حاله انه بجامعه، فلا هيك بحس بنوع من الالفه دغري بيطلعوا لعنا على المكاتب. ومكتبنا جامعه كثير بتساعدنا بهالمرحله. وبتعرفي كمان نادين يمكن الاحلى انه هالطالب اللي جاي من دوله عربيه يعني او دوله اجنبيه يعني بين مزدوجين، قديش يمكن بده يحس حاله غير انه فات على جامعه وجو جديد، فات على بلد جديد كمان. صحيح. يعني كمان هون عم بتهونوا الشغلات. صح، ذكرتي في فنان بالاخر. صح، عندكم فكره مين السنه كمان رح بيكون؟ نحن هالسنه مستضيفين الفنانه رولا سعد. رولا سعد. نعم. كمان اجواء شبابيه رولا. اجواء صحيح حلوه. بس ما رح كيف رح بتفوت، بنخليها مفاجاه. لا هي مفاجاه. بنحيي رولا سعد اكيد، يعني كثار من جيل الشباب الشباب رح يستمتعوا فيها. شو هيك مميز بهالنهار رح بيكون غير النشاط الفني الختامي؟ يعني بده يكون نحن هو نهارنا عبارة عن كتلة نشاط كل النهار، يعني حركة. ممكن كلهم بنفس المستوى ولا في شيء بتحسوا انه السنة رح ياخذ سكسي اكثر؟ لا بركي. كل سنة بياخذ سكسي اكثر عن سنة، لانه فعلا بنتعلم من تجاربنا. مثل ما قلت لك نحن بلشنا من ستيج صغير على الارض، صرنا بعدين صرنا فتنا على اشياء شوي مور ادفانسد، صرنا نعرف كيف نقدر نجيب الطالب، الابلكيشن فورم كيف بدها تكون، كيف بدها تكون مقسمه، شبابنا على الارض المنتمين للنوادي عنا كيف بدهم يعرفوا هالطالب بالنادي اكس، هلا اجتماعك نهار كذا، يعني غير صاروا طلابنا اصلا ممرسين اكثر انه ينزلوا على الارض ويشوفوا كيف يقدروا يستقطبوا الطلاب الثانيين. قد ايه كمان عم تستفيدوا بهذا النشاط من خبرات الطلاب السابقين، يعني اللي كانوا قبل من تسليم للجامعه العربيه؟ فعلا نحن انا كل سنه او بالاحرى كل سنتين ثلاثه لما بيكون البروموسيون بلشت بدهم يروحوا بزعل، يعني بقول هدول شباب فعلا تعبنا عليهم، بس بنبسط انه ما حيطلعوا من الجامعه بس درسوا وراحوا، لا صار عندهم بي ار، صاروا يعرفوا يتصلوا بغير جامعات، صاروا يعرفوا يتصلوا بغير انديه، بتوصلوا بعض غير دائما. طبعا صاروا يعني في هالخجل الصغير بين الطالب وبين حدا على الارض عم يشتغل على الارض بيكسر احلى يعني. طب هل الخريجين اذا سميناهم النادي خريجي جامعه بيروت العربيه هل بيكون لهم كمان اشتراك خاص او انه هلا في الالمناي؟ الالمناي نحن نادي خريجي الجامعه العربيه في اشتراك رمزي جدا وموجود، يعني نحن موجود النادي وبيروحوا بيشتركوا فيه وبيكملوا انشطته. بس بهالنهار في شيء؟ لا لا بهالنهار نحن ما في شيء، ما في رسم، ما في شيء. نحن كل طلاب الجامعه اهلا وسهلا فيهم، ان كان من الدبيه ولا من طرابلس ولا من بيروت، فاهلا وسهلا بهالنهار حتى يشوفوا فيهم بلا الجزبان. بيشوفوا بلا هلا ما كثير يعني بدهم ياكلوا لقمه، بدهم ياكلوا شيء منقوش، شيء منقوش صغيره. ما هلا هيدا الرجيم، هيدا الرجيم على فكره. نادين فيما يخص الستيج الفنانين، يعني تركيب اضاءه تركيب صوت، هل كلهم تحت سبونسرز ولا كمان من تمويل الجامعه؟ انا من هون بحب حيي دكتور عمرو العدوي، هو رئيس الجامعة وأستاذ عصام حوري اللي فعلا كل سنة بيدعمونا ماديا، يعني نحن لا ما في سبونسر، نحن سبونسر تكت طيران لما ادري شو، عرفت انه اشياء كثير تكلش صغيره يعني لطلاب، بس فعلا التكلفه الكبيره لا الجامعه بتتكلفها، انه هن بيحبوا فعلا يدعموا الطالب. وهيك بيلونوا اجواء الجامعه، لان انه الى جانب الدرس بنحس المرح بيعطي كمان مفعول طبعاً. ايجابي. للتذكير امتى تاريخ النهار؟ نحن الخميس ب 22 الشهر، نحن بنبلش الساعه 12 4 تقريبا، النشاط ببلش الاوبننج الرسمي يمكن. نعم.
ولا 7-8-9 تقريبا حسب الأجر. والطلاب من كل الجامعات مثل ما عم تحكي من كل مراكزكم يعني من كل فروعاتكم يعني حتى يجوا على المركز على الأم أو الجامعة الأم حتى صحيح. يكونوا متواجدين فيها. نادين إلى جانب هذا اليوم المفتوح وهذا النشاط بتشتغلوا على أنشطة ثانية بتيت السنة يعني نحن كانت مثل ما ذكرت نحن عنا كان في يوم التراث وقتها كنا مستضيفين فعلا كان نهار كتير حلو وناجح كانت كل البلدان العربية حطوا عنا عرضوا الأشياء التراثية اللي عندهم إن كان الرقص ولا نحة الأكل ولا وتعرفنا فعلا يعني أنا ما كنت أعرف مثلا السعودية ولا الإماراتي ولا العراقي يعني لا كانت حلوة فعلا نهار حلو وتجربة حلوة كتير وخلال العام نحن كمان يعني عنا نادي فريق المسرح اخدين نحن جائزة الأولى بمهرجان الثقافة اللي بتعمله بوزارة الثقافة عنا عاملينه باليونسكو أكيد الباسكت فوتبول بناخد مراتب أولى نادي السباحة فريق السباحة نحن لا على مدار السنة عنا الأنشطة عطول موجودة يعني شيء اندور شيء أدورس الديبانس حسب إذن هيداك يعني منسمي يوم التراث ولكن صحيح. هالنهار هو يوم مفتوح يعني منحسه يوم لبناني للطلاب يلي هن من كافة الجنسيات بتحسي إنه واحد مطمن باله كل شيء تحضر ولا بعد في شيء لمسات أخيرة قبل نهار الخميس اللي بيكون مطمن باله في شيء مش مزبوط لا حسب ما نحن ماشيين الخطه فروم اي تو زي الحمد لله كله تمام بس ستيل اكيد في اللمسات الاخيره اذا ما انوجدت على الارض بتتوتري شوي يعني نحن بعدنا ستيج اكيد ما حنحطه قبل 5-6 ايام فبدنا ننزل نشوف وين نحط ساوند لايت طقس نحن كل سنه عنا عامل الطقس عنا بيعملنا نفسيا خوف يعني هالسنه بلشنا قبل السنه الماضيه لان السنه الماضيه نفس النهار شتت الدنيا شوي شو الاجراءات محضرين شماسه خيام كذا ادعي بكون خلوا من هلا يعني بتمنى من الكل كمان شخصك يعني اوكي لا حضروا بوتينات يعني بوتس وشماسه بس اكثر مش الحل حتى تقطعوها تعاملك مع الطلاب صار لك انت كمان زمان وفتره بهيدا المجال نادين شو عم بتحسي سنه بعد سنه الطالب اللبناني او الطالب العربي عم تحسي بالنضج الكافي يعني مثلا بناخذ من جيل اليوم بيقولوا جيل اليوم اوعى كثير من جيل اللي كان قبل عم تلمسي هالشيء من هالاجيال والطلاب اللي فات جديد هلا انا صار لي 14 سنه بالجامعه فلمست اشياء مغيره ايه لانه قبل كان ما في شيء اسمه لا فيسبوك ولا ايفون ولا واتساب ولا بي بي تويتر كنت التعاطي احلى لا الطالب بده اكثر اشياء مور سريعه يعني بده شغلته هلا بهاللحظه هيدي شوي صعبه فبس في نضج ايه لانه مضطرين صار عندهم مسؤوليه اكبر صار بدهم يخلصوا جامعتهم بدهم يروحوا يشتغلوا يخلصوا لا ياخذوا حق الكريدتس يعملوا في نضج بطريقه او باخرى صحيح يعني بس كمقارنه من السنه اللي مضيت قد ايه بتتوقعوا العدد السنه يكون من المشاركين نحن عندنا بيكون في حضور بين 4000 3000 يعني هيك شيء ان شاء الله لا باس فيه لا حلو ان شاء الله المزيد والمزيد من النجاح والتالق بالنسبه لهذا اليوم المفتوح وللجامعه العربيه كمان بحد ذاتها بتستاهلوا كل خير نادين عبله ميرسي كثير لحضورك والله يوفقكم يا رب ثانك يو بنحييك ويعطيك العافيه تحياتنا لطلاب الجامعه وكمان تحياتنا لكل يلي بعدهم متابعينا بحلقه اليوم بريك اعلاني ومنكون ببورتريلا الاعلاميه والشاعره والاذاعيه كاتيا مين قصائد ايضا من كتابها امراه كثيره بريك ومنرجع لكم خليكم معنا البرامج الحوارية